في اطلب منك طلب؟ ايه اكيد، انت بتأمر. فيك تحكي لي كل شيء عندي، كل شيء بحياتك، وما تضطريني اسمع عنك اي شيء من برا. ايوان فهمت عليك، وردي خبرتك ما هيك؟ ايه خبرتني. حابب اسمع قصة ميرا منك. وهاي كيلو ونص. يلا معوضين. يسلموا. أهلين. وين صافي؟ ظهر. أي متى؟ من شوي. تعرفي لوين؟ شو بنا وردة؟ خلاص رسمية. إذا بتريدي، إذا بتعرفي وين قولي لي، بدي أعرف. على الحسبة. لا مش على الحسبة، راح ليشوفها لحياة. اسمعيني بليز رسمية، أنا مأكدة إنه في شي بيناتهم، وحياتي هي البنت اللي صافي بحبها ومغروم فيها. يا حي هلا عم تلبس لحدا تطلع تلتقى فيه. لنفترض اللي عم تقوليه مزبوط، انت مش من حقك تحسبيه. قصتك انت وياه خلصت من زمان، خلص صار لازم تتقبلي انه في وحده تانية بحياته. بتقبلها ايه بس لو كانت احسن مني، بس مش حياة. هيدي وحده مش طبيعيه، مش مزبوطين حركاتها، كل تصرفاتها بتبين كانه في شيء غلط. ماسكه عليها شيء؟ لقيت بخزانتها تليفون اخر موديل، حقه تقريبا شي 1000 دولار، وحاطط له كود ما بيفتح. انه من وين خادمه بده يكون معها هيك تليفون؟ ما بتستعمله اصلا. هيدا غير التاتو اللي على رقبتها. ما فهمت شو قصدك. تاتو باسم ميرا وحاطط له فاونديشن. لا وقال شو انه هيدا باسم اختها يلي توفت هي وصغيره. كل يوم بتغطيه لحتى ما تتذكرها. رسميه ما تقولين انك مصدقه قصتها لحياتي اللي ما بتتصدق مثل صافي.